أنا بدي إياك تأخذ إليف، وبعرف إنه أنت كمان ما بتحب إليف. في طريقة واحدة لتنقذ ريان، وهي إليف أصلاً. رح تترك مصير ريان بين إيدين عزيزة. أنت بتستاهلي إني أتشكرك، لأنك ساويتي اللي اتفقنا عليه. برافو عليكي. مستحيل، ما فيني نساوي فيها هيك، ما بتستاهل ريان. زهرة الثالوث يومياً ما عدا الخميس بعد الأخبار على الـ LBCI.